ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده مع بعض في تاني محاضره في الجنرال ايبيديميولوجي، بعد ما خدنا ان شاء المحاضره اللي فاتت اللي كانت بتتكلم على البابليك هيلث عامه، واتكلمت عن الهيلث، وبدانا مقدمه بسيطه كده عن الايبيديميولوجي، واتكلمت على الديفينيشن اوف الايبيديميولوجي والترايات بتاعها الثلاثه دي. بعد كده اتكلمت على الايكولوجي والثلاثه فاكتورز بتوعها او الترايات بتاعها، ومهمين جدا عشان احنا هنستخدمهم كل محاضره، لازم تكون حافظهم كويس وفاهمهم كويس جدا. وطبعا كل واحد تحته شويه فاكتورز ايه تكون انت عارفها. النهارده عنوان محاضرتنا انفكشوس ديسيز ايبيديميولوجي. هنتكلم عليها هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم النهارده عن الانفكشن، وهنتكلم ايه الفاكتورز اللي بتساعد الانفكشن اللي هي مش مختلفه خالص عن الايكولوجي، هم الفاكتورز هم. والنص الثاني من المحاضره طبعا نص للانفكشن، ونص هيكلمني مثلا على الانكيوبيشن بيريود. فيلا كده مع بعض، احنا بنتكلم على عنوان المحاضره اسمه ايه؟ انفكشوس ديسيز ايبيديميولوجي. يعني انت جاي النهارده تكلمني عن ايه يا دكتور محمد؟ جاي اكلمك النهارده على الانفكشن. يعني ايه الانفكشن؟ الانفكشن هي عباره عن الانفيجن اوف البادي باي باثوجينيك مايكرو اورجانيزمز. يعني ايه يا شباب؟ احنا بنقول مع بعض انفيجن، يعني الاورجانيزم هيخترق البادي، هيخترق البادي، مش بس كده، هيعمل جروس جوه البادي، هيعمل مالتيبليكيشن جوه البادي. هنعرف تاني دلوقتي الانفكشن في النص التاني من المحاضره، هقول لك ان هي عباره عن انفيجن جروس مالتيبليكيشن اوف الميكروب ان مين ان الهوست. طب هل لازم يحصل كلمه انفيجن عشان اقول ان دي انفكشن؟ لو جالي سؤال ترو او فولس وما كانش في كلمه انفيجن، اعمل فولس على طول وانت مغمض. ليه؟ لان في حاجه تانيه اسمها انفستيشن، وانفستيشن مش الاورجانيزم بيقف بره على السيرفيس بتاع البادي وما بيعملش انفيجن. فكلمه انفكشن لازم اقول انفيجن، يبقى انفيجن وجروس مالتيبليكيشن اوف الميكروب ان الهوست. طب بعد كده ايه السيكوالي اوف الانفكشن؟ يعني ايه السيكوالي؟ يعني الانفكشن ماشيه في طريقها ازاي؟ هل مثلا الانفكشن اللي جايه لك ديت لازم تعمل سيمتومز وساينز، لازم يظهر على الشخص اعراض المرض، ولا عادي ممكن مثلا يكون عندك انفكشن ولكن الانفكشن دي كامنه مش مالهاش سيمتومز ولا ساينز؟ قال لك والله ان احنا عندنا في السيكوالي ثلاث حاجات: ان ابارنت انفكشن او سب كلينيكال انفكشن. يعني ايه سب كلينيكال انفكشن؟ انفكشن ضعيفه. يعني ايه؟ جالك انت خدت الانفكشن وكل حاجه ولكن ممكن يظهر عليك اعراض بسيطه جدا وممكن ما يظهرش خالص، هي دي السب كلينيكال انفكشن. طب مانيفست او كلينيكال انفكشن هتسبب ايه؟ هتسبب كلينيكال ديسيز، يعني هيظهر عليك السيمتومز والساينز كامله. طب ليتنت انفكشن؟ دي انفكشن كامنه، يعني موجوده في مكانها مستخبيه، محتاجه فاكتورز من بره يجي يشعللها، تروح الليتنت انفكشن تتحول لكلينيكال ديسيز او كلينيكال ايه؟ انفكشن. يبقى انت دلوقتي بالراحه خالص زي ما انا معودك، احنا بنمشي ايه؟ سيستماتيك. خدنا تعريف وخدنا سيكوالي. التعريف بيقول ايه؟ انفيجن جروس مالتيبليكيشن يبقى اوف الميكروب ان ايه؟ ان الهوست. ايه السيكوال اوف الانفكشن؟ قلت لك ان ابارنت انفكشن، او ممكن نسميها سب كلينيكال انفكشن. يعني ايه سب كلينيكال انفكشن؟ انفكشن ضعيفه جدا ممكن تسبب شويه سيمتومز وشويه ساينز صغيرين. طب المانيفست؟ لا، دي انفكشن قويه هتسبب ديسيز، هتسبب سيمتومز، هتسبب ايه؟ الساينز. ليتنت انفكشن؟ يبقى انفكشن مستخبيه مستنيه الايه؟ مستنيه النار اللي هتولعها. زي بالظبط انت عندك مثلا شويه ورق او حاجه انت هتولع فيهم، طول ما هم موجودين في مكانهم مش هيطلعوا نار، لكن لو انت جبت تولعه ورحت مولع فيهم خلاص اكيد هي ايه؟ الورق ده هيتحرق. هكذا هي الليتنت انفكشن مستخبيه لحد ما يجي لها عود الكبريت او الولاعه اللي هتولع فيها. بعد كده ثالث حاجه في الانفكشنز، فاكتور افكتنج السيكوالي اوف الانفكشنز. انتوا عارفين يا شباب ايه الفاكتورز ديت؟ هنحط كده اهو كلمه، عايزك تحط لي هنا كده اهو جنب الفاكتور ده، هي كلمه ايه؟ ايكولوجيكال تريات. يبقى تحط لي كلمه ايكولوجيكال تريات. يبقى انت هتحط لي جنب الفاكتور ده هي كلمه ايه؟ ايكولوجيكال ايكولوجيكال تريات. يبقى انا دلوقتي الفاكتورز دي هحط جنبها كلمه ايه؟ ايكولوجيكال تريات. ايكولوجيكال تريات اللي هم كانوا ايه يا شباب؟ ايجنت فاكتورز، هوست فاكتورز، انفايرمنتال فاكتورز. بس تعالى بالراحه خالص كده، قال لك الايجنت فاكتورز
بتعتمد على ايه؟ على النمبر اوف الاورجانيزمز او الدوزز اللي جايه لك من الاورجانيزم. كذلك بتعتمد على الفيريولنس اوف الاورجانيزم. يعني ايه الفيريولنس اوف الاورجانيزم؟ يعني مدى عنف او مدى قوه الاورجانيزم ده. يعني ممكن يكون اورجانيزم اصلا اللي جاي لك ضعيف فما يسببش انفكشن، ممكن مثلا الدوز اللي جايه لك او النمبر اوف الاورجانيزمز قليله فما تعملش انفكشن. يبقى الايجنت فاكتورز طبعا انت عارف انهم بيولوجيكال فاكتورز، فيزيكال فاكتورز، كيميكال فاكتورز، ميكانيكال فاكتورز، وعد. بس احنا دلوقتي عشان يسبب ديزيز يعتمد على ايه؟ على النمبر اوف الايه؟ الايجنتس او النمبر او الدوز، وكذلك الفيريولنس اوف الاورجانيزم يعني مدى قوه او العنف بتاع الاورجانيزم ده. بعد كده الهوست فاكتورز. ايه الهوست فاكتورز؟ قال لك البادي ريزيستنس، هل الشخص ده جسمه بيقاوم الديزيز ولا لا؟ يعني جسمه هيقاوم الانفكشن اللي جايله ولا لا؟ دي تحت عنوان ايه؟ الاميونيتي، مناعتك. هل مناعتك قويه؟ لو مناعتك قويه وجاي لك انفكشنز المناعه هتعمل ايه؟ هتصدها. ولكن لو انت مناعتك ضعيفه مفيش مقاومه فخلاص انت هيجي لك الديزيز. انفايرمنتال فاكتورز قال لك افكتنج الاوكيرنس اند الباترن اوف السبريد، يعني هي اللي هتسهل عمليه انتشار الديزيز وهي المسؤوله عن حدوث ايه؟ الديزيز. يبقى الاوكيرنس والباترن اوف السبريد. تاني بالراحه احنا خدنا ايه؟ اول حاجه انفكشن، ديفينيشن اوف انفكشن، انفيجن بروس مالتيبليكيشن اوف الايه؟ الميكروب ان الهوست. بعد كده ايه السيكوال اوف مش لك الانفكشن؟ الانفكشن اول حاجه في حاجه اسمها ان ابارنت انفكشن، في مانيفست ديزيز، وفي حاجه اسمها ليتنت انفكشنز. بعد كده في حاجه اسمها ايه؟ فاكتورز افكتنج السيكوال اوف الايه؟ الانفكشنز. في حاجه اسمها ايجنت فاكتورز، في هوست فاكتور، في انفايرمنتال ايه فاكتورز. الايجنت فاكتور بتعتمد على ايه؟ على النمبر او الدوز. بتعتمد على ايه؟ الفيريولنس اوف مدى قوه او عنف الاورجانيزم. الهوست تعتمد على البادي ريزيستنس اللي هي تحت مسمى الاميونيتي، وانفايرمنتال فاكتورز بتساهم في الافكت الاوكيرنس والباترن اوف السبريد. طب بعد كده نشيل الاول الابيديميولوجيكال ترايد دي، تعالوا كده بعد كده ننزل الباترن اوف السبريد. يعني ايه باترن اوف السبريد؟ هل الانفكشن ديت هتاخد مثلا عدد محدود في مكان معين، ولا هل هتاخد عدد كبير في مكان معين، ولا هل هتاخد عدد كبير على مستوى العالم، ولا هل ان الديسيز ده مثلا متوطن في مكان معين؟ مثلا ايه البلاريسيا؟ البلاريسيا كانت ماشيه من فتره طويله كانت متوطنه في مصر، هنسمي دي مثلا حاجه اسمها انديميك هنتكلم عليها دلوقتي. مثلا في ديسيز معين هنقول مثلا الفطر الاسود ظهر في مكان معين مثلا في الشرقيه في مصر، وكمان حاله ظهرت في الغربيه، وحاله مثلا ايه ظهرت في بني سويف، فكده حالات ايه متفرقه، ده هنسميها حاجه اسمها سبورادك كيسز هنتكلم فيها دلوقتي. في مرض قلت لك زي البلهارسيا ده كان ايه متوطن في مصر، يعني كل على كل مدى كانت الايه كانت الانفكشن والديسيز بيزيد، فده هنسميه حاجه اسمها ايه هايبر انديميك. طب مثلا وباء زي الكوفيد ده اسمه ايه ايبيديميك. طب لو مثلا في وباء واخد مثلا فصل او مدرسه او مستشفى دي بتسمى ايه اوت بريك. طب لو مثلا واخد العالم كله ده يسمى ايه بانديميك. دي بس كانت مقدمه كده قبل ما نخش على الديفينيشنات اللي قدامك دي. اول ديفينيشن معايا بيقول لي حاجه اسمها ايه سبورادك كيسز. انا قلت لك سبورادك ايه؟ حاله ظهرت في الشرقيه، حاله ظهرت في الغربيه، حاله ظهرت في المنوفيه، حاله ظهرت في بني سويف. يبقى سبورادك كيسز هي عباره عن ايه؟ انفريكوينت سكاترد، متفرقه، كيسز نوت ريليتد تو اتش اذر. يبقى خلاص يبقى هي حاله في الشرقيه، حاله في الغربيه، حاله في بني سويف، اسمها ايه؟ سبورادك. اسكيميت ايه؟ سكاترد كيسز. بس كده يا شباب بس. طب انديميك ديزيزز، قلت لك الانديميك ديزيز ده مرض متوطن زي البلهارسيا مثلا في مصر من فتره طويله. يبقى الديزيز ايه؟ كونستانتلي بريزنت. كلمه كونستانتلي ديت مهمه جدا، كونستانتلي بريزنت ان الايه الكوميونتي ديو تو بريزنس اوف الايه الايكولوجيكال فاكتورز. مين هم الايكولوجيكال فاكتورز يا شباب؟ الهوست والايجنت والانفايرمنت. طول ما الايجنت او الاورجانيزم بتاع البلهارسيا موجود، طول ما ايه؟ طول ما هيحصل الديسيز، وطول ما البيئه اللي موجوده مناسبه لحدوث الديسيز، طول ما الايه الديسيز هيخليه موجود. عشان كده هو متوطن. ليه متوطن؟ لان الفاكتورز او الايكولوجيكال فاكتورز موجوده، يبقى هو هيروح فين؟ هيخليه متوطن. طب هايبر انديميك ده انديميك ولكن بالزياده قوي، يعني بالهارسيا خلاص بدات تاخد كل المصريين. يبقى انديميك ديسيز هي هايبر انديميك، هي انديميك اوف هاي انسيدنس اند بريفالنس ريت افكتنج اول ايدجز جروب ايكوالي. يعني بص بتاثر على الكبير، شكل الصغير، ميل، شكل فيميل، مش فارق معاها لا ايدج ولا سكس ولا اي حاجه. يبقى انا دلوقتي خدت ايه؟ ثلاثه ديفينيشنز. سبورادك كيسز يبقى هي سكاترد كيسز،
حاله في الشرقيه، حاله في الغربيه، حاله في بني سويف، حاله في المنوفيه. انديميك مرض متوطن، زي مثلا قلنا مع بعض البلهارسيا. واشهر كلمه تقولها لي ايه؟ هو كونستانتلي بريزنت. ليه؟ عشان الايكولوجيكال فاكتورز بتاعته موجوده. طب هايبر انديميك هو ده عباره عن انديميك ديزيز اوف الهاي انسيدنس اند البريفيلانس ريت. بعد كده ايه ايبيديميك؟ ده وباء. الوباء ده مش بيظهر فجاه وبياخد عدد كبير جدا، شكل ايه؟ شكل الكورونا. بص، sudden increase in a number of cases of infectious diseases in certain place and time than expected place and time. يعني هو انت ايه؟ ظهر مثلا حالات كورونا 300 حاله في وقت مثلا ايه؟ يومين اتنين. انت لا كنت عارف ان مثلا هيظهر الحالات دي في المكان ده ولا في الوقت ايه ده. فهي sudden increase في number of cases in certain place and time. طب بعد كده الاوت بريك. الاوت بريك بقى هي عباره عن ايبيديميك بتحصل في كونفايند جروب زي الهوسبيتال وزي الايه؟ السكول. طب بعد كده البانديميك. البانديميك هي عباره عن ايبيديميك ولكن بتحصل على مستوى العالم، زي بقى كورونا بدات في الصين، بعد كده على مصر، بعد كده على المانيا، بعد كده على ايطاليا وهكذا. يبقى انت بالراحه خالص كده. لو انا قلت لك ايه الباترن اوف السبريد اوف الانفكشوس ديزيزز؟ سبورادك، حالات متفرقه، سكاترد كيسز. طب انديميك مرض متوطن كونستانتلي بريزنت. ليه؟ عشان الايكولوجيكال فاكتورز موجوده. هايبر انديميك هي انديميك يا باشا بس خلاص بدات تاخد كل الفئات العمريه، كبير وصغير، ميل وفي ميل كله. طب بعد كده ايبيديميك هو عباره عن صادن انكريس في النمبر اوف الكيسز اوف الانفكشوس ديزيز ان سيرتن بليس اند تايم ذان اكسبكتد. خلاص يبقى قلنا الايبيديميك شكل مين؟ الكوفيد بدا في الصين باعداد كبيره، بعد كده بقى بانديميك انتقل للعالم كله. طب هو الايبيديميك ده في منه حاجه صغيره الاوت بريك. يبقى انت ممكن تمسك الايبيديميك تقول لي هو لو راح على العالم كله يبقى بانديميك، لو خد مجموعه صغيره زي مستشفى او مدرسه يبقى اسمه ايه؟ اوت بريك. طب بعد كده الكلام اللي انا بقوله لك ده في الانسان في الهيومن. طب انت ممكن السبرادك والانديميك والهايبر انديميك والكلام ده ما يحصلش في الانيمالز؟ يحصل في الانيمالز ولكن بيسموها حاجات تانية. يعني مثلا الابيديميك بتتسمى ايبيزوتيك، طب والانديميك بتتسمى انزوتيك. طب والكلام ده انا عارف يعني ايه ايبيزوتيك او انزوتيك، احنا هناخد حاجه اسمها زينوتيك ديزيزز على طول في المحاضره اللي بعد ديت، هتوضح لك الكلام اللي انا بقوله لك ده كويس جدا. يعني ايه بقى ايبيزوتيك؟ هو نفس الابيديميك اللي بيحصل بس بدل ما هو هيومن هتقول لي انيمال. طب انزوتيك الانديميك اللي بتحصل في الهيومن هتخليها لي ايه؟ هتخليها لي انيمال. خلاص. طب لو قال لك الديزيزز بتاع الانيمال دي انتقلت من الانيمال للهيومن فاسمها ايه؟ زونوتيك ديزيز. انا هتكلم عليها في المحاضره الجايه تفصيليا، ففكك دلوقتي خلاص من الرسمه دي. بس هو بيقول لك دلوقتي لو انت عندك مرض في الانيمال او برايمري افكت الانيمال زين ترانسميتد تو المان او الهيومن، زي هنسميها ايه؟ هنسميها زونوتيك ديزيزز. يبقى احنا دلوقتي بس خلصنا جزء بتاع الانفكشن وهنخش لجزء تاني كمان شويه، بس انا عايز اراجع الجزء بتاع الانفكشن ده ايه كده سريعا. اول حاجه قلنا مع بعض الديفينيشن اوف الانفكشن، بعد كده السيكوال اوف الانفكشن، بعد كده الفاكتورز افكتنج السيكوال اوف الانفكشنز، بعد كده ايه الباترن اوف السبريد اوف الانفكشوس ديزيزز، بعد كده هل الحاجات دي بتحصل في الانيمالز ولا لا؟ قلت لك اه في كلمه ايبيزوتيك وانيزوتيك. تعالى بقى نخش على النص التاني من المحاضره ونخلي بالنا ان احنا نرجع تاني للايه؟ للانفكشن. اول حاجه اكلمك عن حاجه اسمها ايه؟ انكيوبيشن بيريود. اكيد انت يعني عرفت عنها مثلا حاجه في الـ مثلا ممكن تكون في السيولوجي او حاجه، ممكن تكون خدت عنها بعض الكلام كده. يعني ايه يعني ايه لما اقول لك يعني ايه انكيوبيشن بيريود؟ انكيوبيشن بيريود هي فتره الحضانه. برضه يعني ايه فتره الحضانه ديت؟ فتره الحضانه هي الفتره ان انت الاول تتعرض للانفكشوس ايجنت، يبقى الفتره ما بين ان انت تتعرض للانفكشوس ايجنت ويبدا يظهر لك ايه سيمتومز وساينز. يعني ايه؟ انت تعرضت مثلا لكوفيد 19، كنا بنقول مثلا الانكيوبيشن بيريود بتاعتها كام؟ من 1 ل 14 يوم. انت ممكن تاخدها النهارده وتقعد 7 ايام مثلا عما يظهر عليك السيمتومز والساينز، ممكن تاخدها النهارده وتقعد 9 ايام، ممكن تاخدها النهارده وتقعد ل 14 ايه يوم. يبقى انت تعرضت لحد الفتره بقى يظهر عليك سيمتومز وساينز، هي كده الانكيوبيشن بيريود. يبقى ايه الانكيوبيشن بيريود؟ هي عباره عن التايم بتوين الاكسبوجر تو ان انفكشوس ايجنت، ان انت تتعرض للانفكشوس ايجنت وبدايه ظهور السيمتومز والساينز. انكيوبيشن بيريود هي الفتره ما بين الاكسبوجر تو الانفكشوس ايجنت والاونست اوف السيمتومز والساينز. تعالى كده اما نشوف الان بي اللي موجوده ديت، قال لك اتش انفكشوس ديزيز
اي انفكشوس ديسيس في الدنيا، اي انفكشوس ديسيس في الدنيا هاز تيبيكال انكيوبيشن بيريود، عنده انكيوبيشن بيريود ذات ريكوايرز مالتيبليكيشن اوف الانفكشوس ايجنت تو الثريشولد. امتى بقى الايه الديسيز او الانفكشن تبدا تعمل لك الديسيز؟ لما تعدي الثريشولد بتاعتها. خلاص فاكرين انت الثريشولد بقى بتاع الاكشن بوتنشال والكلام ده، ففكك من كلمه ثريشولد اصلا. المهم انت دلوقتي فتره ما بين الاكسبوجر لحد فتره ايه ظهور سيمتومز والساينز، وهي نفس الكلام ده سيمتومز اور لابوراتوري ايفيدنس اوف الانفكشن. يعني انت عملت مسحه بقى يظهر عليك ان انت عندك مثلا ايه كوفيد. خلاص ايه هي اهميه الانكيوبيشن بيريود؟ يعني احنا ليه بندرس الانكيوبيشن بيريود؟ قال لك عشان تقدر تعمل كنترول اوف الانفكشوس ايه ديسيز، عشان تقلل مصدر الانفكشن. بمعنى انت عارف مثلا ان محمد عنده كورونا، خلاص فانت هتعمل ايه؟ هتقول للناس ما تختلطوش بمحمد. يبقى انت كده عرفت مصدر الانفكشن. مثلا محمد هو عنده الايه، عنده الكوفيد، عشان ما ينقلوش لغيره لا ما تقدرش محمد، اعزل محمد. يبقى انا كده قدرت اعمل ايه كنترول للانفكشوس ديسيز. مش بس كده، محمد قعد مع احمد واحمد ما يعرفش مثلا ان هو عنده كورونا، ولا محمد كان يعرف. هو مثلا محمد عنده كورونا في فتره الكوفيد، في فتره الانكيوبيشن بيريد، هو ما يعرفش، قعد مع احمد عمل كونتاكت معاه. فانا دلوقتي احمد محمد بدا يظهر عليه السيمتومز والساينز، ما اكيد دلوقتي هشوف مين الناس اللي كانت عامله كونتاكت معاه عشان بعد فتره هيظهر عليهم سيمتومز وساينز. تمام، فانا كده هعمل كنترول للكونتاكت باي سيرفلانس. سيرفلانس طبعا هنتكلم عليها برضو تفصيليا في توتوريال من التوتوريالات. سيرفلانس ان انت بتعمل ايه؟ مراقبه وتجميع معلومات عن الكونتاكت. خلاص يبقى انت اول حاجه الكنترول اوف الانفكشوس ديسيز عشان تقلل مصدر الانفكشن. رقم اثنين الكنترول اوف الكونتاكت اوف الكيسز باي سيرفلانس فور الماكسيمم انكيوبيشن بيريد، بتعمل كنترول للاشخاص اللي عملت مين كونتاكت خلاص طول الفتره بتاع الانكيوبيشن بيريد. تشوف مثلا تعزله فتره 14 يوم، تشوف هل هيظهر عليه سيمتومز وساينز ولا لا. ما ظهرش يبقى خلاص، يبقى ده الراجل ربنا بيحبه وما جالوش الايه؟ ما جالوش الكوفيد. في حاجه اسمها انترناشونال ميجرز او كارانتين ديزيزز. يعني ايه كارانتين ديزيز يا شباب؟ مثلا واحد كان في دوله مثلا معينه، الدوله ديت معروف ان هي ايه متوطن فيها الكوليرا. لما يجي ينزل مصر يقولون انت جاي منين؟ يقول لهم انا جاي من الدوله الفلانيه، عارفين ان الدوله الفلانيه دي فيها كوليرا، فبيحصل له عزل مثلا لمده ايه 5 ايام. انت جاي من مكان مثلا معين بيبقى فيه الطاعون، يبقى انت يحصل لك عزل ل6 ايام. انتوا فاهمين يا شباب؟ تمام. يبقى انا دلوقتي بقول لك يعني ايه بقى انكيوبيشن بيريود. خلاص انت عرفت الديفينيشن، ايه اهميتها؟ الثلاثه اهم حاجه تقول الكارانتين ديزيزز. اتكلمت في الكارانتين ديزيز، عايزك تحط سكيما في دماغك كده 5 6 6 7، انت احفظهم كده 5 6 6 7، دول الحاجات اللي بتحتاج كارانتين ميجرز، بالاضافه الى الكوفيد المفروض نزودها بقى في الفتره الحاليه تبقى 14. يبقى 5 6 6 7 وبعد كده 14 للكوفيد. خلاص يبقى اول حاجه الكارانتين، ان انا بعمل له عزل في الفتره دي. بتعمل عزل للكوليرا قد ايه؟ قال لك 5 ايام. البليك قد ايه؟ 6 ايام. اليلو فيفر قد ايه؟ 6 ايام. الايفن فلو قد ايه؟ انفلونزا الطيور 7 ايام. يبقى خلاص، يبقى انا دلوقتي براحه خالص اتكلمت على، بتكلم من اول المحاضره على ايه؟ تعالى كده نجيب من اول المحاضره، اتكلمت على الانفكشن وعرفت الديفينيشن، عرفت السيكوالي، عرفت الفاكتورز، بعد كده الباترنز سبورادك، عرفت حالات متفرقه شرقيه منوفيه غربيه، انديميك ده مرض متوطن وقلت لك مثلا زي الفيروسيا، ايبيديميك قلت لك قصدي ده وباء عالمي، بعد كده لا الهايبر انديميك هي نفس الانديميك، الايبيديميك ده وباء، بعد كده لما يبقى بانديميك يبقى وباء عالمي، اوت بريك هو عباره عن وباء ولكن في كونفايند، قلت خلاص بقول لك يبقى جروبس، بعد كده اتكلمت عن الايبيزوتيك والانوزوتيك، هي ديت الايبيديميك والانديميك اللي بتحصل في الانيمالز، ولما تنتقل للمان تبقى اسمها ايه زونوتيك ديزيزز. بعد كده اتكلمت عن حاجه اسمها الانكيوبيشن بيريود، وعرفت في الانكيوبيشن بيريود ايه الديفينيشن بتاعها، وبعد كده قلت لك ايه هي اهميتها ان انت تعمل ايه، يبقى كنترول الانفكشوس ديزيز ان انت تقلل السورس اوف الانفكشن، رقم 2 ان انت تعمل كنترول للكونتاكت، رقم 3 ان انت تعمل حاجه اسمها ايه كارانتين ميجرز لمثلا الكوليرا 5، البليك 6، والايفن فلو 6، واليلو فيفر خلاص بقول لك ايه 7. احنا كده خلصنا الانكيوبيشن بيريود، فاضل فيها بس حاجات بسيطه هنكملها دلوقتي. دلوقتي يا شباب احنا هنتكلم عن حاجه اسمها الديوريشن، قلت لي خلاص اوف الايه الانكيوبيشن بيريود. طبعا هتعرف ان في بعض الاورجانيزمات الانكيوبيشن بيريود بتاعتها شورت، بعضهم يعني اقل من الشورت كمان، ممكن نسميها شورتست، بعضهم ميديوم، بعضهم لونج، بعضهم ايه لونجست. خلاص فلما اتكلمت على الانكيوبيشن بيريود اتكلمت في ديفينيشن، اتكلمت في الاهميه بتاعتها، اتكلمت مثلا على الكارانتين ديزيزز، اتكلمت على حاجات كتير. دلوقتي عايز ايه؟
الديوريشن. وخلي في علمك ان الديوريشن دي هتيجي على طول المنهج، فانت لو حفظت الجدول ده هيريحك كتير في السبيسيفيك. طب انا مش عايز احفظه، هتحفظه في كل حته في السبيسيفيك ايه منفرد، بس انا افضل ان انت تحفظه دلوقتي يريحك قدام. اول حاجه قال لك اكزامبل، على هديك اورجانيزم واقول لك يا عم الانكيوبيشن بيريود بتاعته صغيره ولا طويله وقد ايه. خلاص يبقى هقول لك اورجانيزم الانكيوبيشن بيريود بتاعته صغيره طويله، والانكيوبيشن بيريود دي قد ايه. اول اورجانيزم هتكلم عليه حاجه اسمها استافيلوكوكال فود بويزنج، لان عندنا الاستاف والستريبت برضو ممكن يكونوا ايه غير الفود بويزنج، ممكن يعملوا حاجه اسمها ايربورن ديزيزز. يبقى اول حاجه يبقى اقصر انكيوبيشن بيريود ممكن تقابلها في حياتك اسمها ايه؟ استافيلوكوكال فود بويزنج. هي ماشيه هي يا شباب استاف شورتست. طب الانكيوبيشن بيريود بتاعتها قد ايه؟ فيو اورز. خلاص بعد كده قال لك مثلا ان الانفلونزا والسيريبرو سباينال مننجايتس دول عباره عن ايربورن ديزيزز، انفلونزا يا شباب تبقى شورت انكيوبيشن بيريود من 1 لـ 5 ايام. يعني انت مثلا الشخص ممكن ياخد الانفكشن بتاع الانفلونزا خدها النهارده تظهر عليه السيمتومز والساينز ايه الصبح على طول، فهي شورت انكيوبيشن بيريود من 1 لـ 5 ايام. بعد كده البوليو، البوليو والميسلز ميديم من 6 لـ 12. بعد كده اغلب البكتيريال ديزيزز ميديم برضو من 2 ل 3 ويكس. بعد كده موست البارازيتك ديزيزز ميديم برضو 4 ويكس. يبقى بص بص يا شباب بكتيريال ديزيزز، بكتيريال ديزيزز من 2 ل 3، ممكن اعملها لكم في السكيما كويسه. خلينا بوليو، بوليو ميسلز بوليو من اسبوع لاسبوعين، 6 ل 12 ماشيه اسبوع لاسبوعين. بعد كده بعد البوليو واحده كمان بالبي بكتيريال، بكتيريال ايه ميديم برضو اسبوعين 3 اسابيع. طب وبعد كده البارازيتك ديزيزز 3 4، يبقى خلاص تمشي كده يا شباب. يبقى اول حاجه بوليو يبقى من 6 ل 12 اسبوع اسبوعين، بكتيريال يبقى اسبوعين 3، بعد كده بارازايت 3 ايه 4. بعد كده بقى ان في لونج انكيوبيشن بيريود ممكن توصل مثلا لست شهور هيباتايتس بي، يبقى انت ممكن تمشيها ايه سلسله البي ورا بعض ايه بوليو يبقى ايه يبقى اسبوع اسبوعين، بكتيريال اسبوعين 3، بارازايت 4، هيباتايتس بي 6 شهور. بعد كده ايه هم اطول انكيوبيشن بيريودز انت ممكن تقابلهم؟ الليبروسي ممكن توصل لحد 5 سنين، والايدز ممكن يوصل لحد 10 سنين، ديت اللونجست اللونجست انكيوبيشن بيريود بنقول 10 سنين و5 سنين. يبقى انت بالراحه لو قال لك مين الشورتست انكيوبيشن بيريود دي سهله، شورتست استاف، لونجست اتنين تبقى حافظهم، او لونجست الايدز ومعاهم بعد 5 سنين يبقى ايه؟ او تقعد 5 سنين الليبروسي. طب وبعد كده الانفلونزا شورت ماشي من 1 لـ 5 مش محتاجه حاجه، نمشي بقى السكيما بتاع البي، بوليو من اسبوع لاسبوعين، بكتيريال 2 لـ 3، بارازيتك 4، هيباتايتس بي لحد 6 شهور. نخش على حاجه تانية اسمها المود اوف ترانسميشن. يعني ايه المود اوف ترانسميشن يا شباب؟ يعني مثلا الديسيز ده جال للشخص عن طريق دروبلت انفكشن ولا فود بورن انفكشن ولا كونتاكت انفكشن ولا ايريثرو. يعني ايه؟ يعني دروبلت مثلا واحد عطس في وش واحد، طب فود بورن الاكل مثلا ده هو في اورجانيزم معين انتقل ليا وانتقل لغيري وانتقل لغيري، تمام. كونتاكت انفكشن واحد عمل كونتاكت مع شخص عنده ديسيز، هنعتبر مثلا الكوفيد، الكوفيد يعتبر ايه؟ يعتبر دروبلت ويعتبر كونتاكت. طب الاريثروبوت بورن انفكشن هنا المسؤول على الانفكشن ديت حشره مثلا او فيكتور شايلها مثلا زي حاجه زي الملاريا. وفي حاجه اسمها اوكيجنال مودز هنعرفها ايه برضو هنعرفها تفصيليا في المحاضرات الجايه. كل معلومه انا بقولها دلوقتي معلومه بسيطه كده او معلومه سريعه، لا ده لها تفصيلات 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 في كل المحاضرات الجايه. المود اوف ترانسميشن يا شباب قلت مع بعض، المود اوف ترانسميشن ايه؟ قد يكون دروبلت او اير بورن انفكشن، ممكن يكون فود بورن انفكشن، ممكن يكون كونتاكت، ممكن يكون ريسرو بود، ممكن يكون ايه حاجه اسمها اوكيجنال، وهنعرف الاوكيجنال ديت تفصيليا برضو في المحاضرات الجايه. تعالوا ننزل نرجع تاني لحبيبتنا الانفكشن. وانا قلت لك الانفكشن يعني ايه؟ تعالى دي يعتبر كلام مراجعه اهو، انفيجن جروس مالتيبليكيشن للميكروب جوه ايه؟ جوه الهوست. الانفكشن doesn't always result in injury او disease. مش احنا قلنا الانفكشن ممكن تكون تمشي في 3 طرق، ممكن تكون سب كلينيكال، ممكن تكون كلينيكال، ممكن تكون ليتنت. طب ما هي السب كلينيكال ممكن ما تعملش ديسيز خالص. بعد كده التشين اوف الانفكشن، فاكرين يا شباب في الديفينيشن بتاع الابيديميولوجي لما قلت لك ديترمايند ديترمينانت ديستريبيوشن داينامكس،
قلت لك الداينامكس هي عباره عن ايه؟ تشين اوف الانفكشن. قلت لك يعني ايه؟ يعني الايجنت دخل للبيرسون ازاي او الريسرفوار ازاي، وبعد كده خرج منه ازاي، مش ازاي اللي هو المود اوف ترانسميشن. خلاص هنا التشين اوف الانفكشن، مش هقول لك الديفينيشن اللي بقول لك تعالى بص على الصوره اللي جنبها. اول حاجه زي ما انت شايف ده حاجه اسمها انفكشوس ايجنت، ده الاورجانيزم اللي جاي هيعدي شخص. خلي في علمك ان الشخص ده ممكن يكون ايه، شخص انسان او ممكن يكون انيمال عادي يعني ما فيش مشكله. ادي الانفكشوس ايجنت رايح على الريسرفوار، والريسرفوار ده هنعرف ان هو مصدر الانفكشن او اللي هو الحامل للانفكشن، هنعرف ان هو السورس ان ويتش الانفكشن از ليف، يعني الانفكشن اللي رايح او الايجنت ده رايح يعيش جوه الريسرفوار. الريسرفوار يا اما يخرجوا ايه، يا اما يخرجوا يا شباب عن طريق العطس مثلا، او يخرجوا في اليورين، او يخرجوا في الفيزز، يبقى ده حاجه اسمها ايه، بورتال اوف اكزيت. طب هل عشان انقل دلوقتي عشان ننقل دلوقتي يا شباب الاورجانيزم ده لشخص تاني ايه اللي هيحصل؟ في حاجه اسمها مود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن قلنا عليه ايه بقى؟ يا اما يا شباب زي فوق دلوقتي، احنا دلوقتي قلنا فوق المود اوف ترانسميشن ممكن يكون دروبليت، ممكن يكون كونتاكت، ممكن يكون فود، ممكن يكون بريسر وود، خلاص ممكن يكون اوكيشنال. فانت اول حاجه الايجنت جه، ادي الايجنت، استنى ما نجيب دايره كده جميله عشان نشوف، ادي الايجنت جه، ادي الايجنت يا شباب، ده الايجنت تمام. الايجنت راح على الريسرفوار، الريسرفوار خرجه اهو، ادي الريسرفوار خرجه. لما الريسرفوار خرجه هيحصل حاجه اسمها ايه، مود اوف ترانسميشن. ادي المود اوف ترانسميشن عشان ينتقل لايه، عشان ينتقل لشخص تاني، فنسمي حاجه اسمها بورتال اوف انتري. شكل ما انا قلت لك ان في حاجه اسمها بورتال اوف اكزيت، هو خرج من مناخيره مثلا هيروح على الشخص التاني، واحد عنده كوفيد عطس هيروح على الشخص التاني منين، من مناخيره برضه، راح على السسبتابل هوست، ده الراجل بقى اللي ايه، اللي شايل الانفكشن بعد الريسرفوار على طول. يعني انت دلوقتي عندك ريسرفوار ده مصدر للانفكشن، طب او الانفكشن بتعيش فيه، طب مين بقى اللي الانفكشن وهو بقى هيبدا ينقل الانفكشن لناس مختلفه؟ هو السسبتابل هوست. يبقى انا اول حاجه ثانيه اللي تشين بالراحه خالص كده، عندي انفكشوس ايجنت، انفكشوس ايجنت راح على الريسرفوار، الريسرفوار خرجه حاجه اسمها بورتال اوف اكزيت، بعد كده مشي الاورجانيزم حاجه اسمها مود اوف ترانسميشن، بعد كده راح يخش على انسان تاني، يبقى في حاجه اسمها بورتال اوف انتري اللي هو مكان الدخول، هل هيخش من مناخيره من بقه منين بالظبط، بعد كده خلاص يبقى الشخص ده اسمه سسبتابل هوست، ده خلاص بقى الراجل ده عنده الديسيز. طب كمل الريتشين تاني بقى، السسبتابل هوست ده يرجع يعكس، يخرج الانفكشوس ايجنت، يروح على الريسرفوار، الريسرفوار يخرجه، يحصل حاجه اسمها مود اوف ترانسميشن، يكشف الجو، بعد كده بورتال اوف الانتري، بعد كده على السسبتابل ايه هوست. فلما اجي اقول لك بقى يعني ايه بقى تشين اوف الانفكشن، يعني ايه تشين اوف الانفكشن؟ قال هي عباره عن البروسيس ثرو ويتش الانفكشوس ايجنت اللي احنا قلنا عليه اهو، ده الانفكشوس ايجنت اهو ماشي. الانفكشوس ايجنت رايح فين؟ الانفكشوس ايجنت از ترانسميتد فروم السورس اوف الانفكشن تو السسبتابل هوست. هينتقل من السورس اوف الانفكشن الريسرفوار، ادي الريسرفوار، هينتقل لمين؟ للسسبتابل هوست. يبقى دي كل الدايره ديت عشان الانفكشوس ايجنت ده ينتقل من الريسرفوار للسورس اوف الانفكشن للسسبتابل هوست اهي، يعني ينتقل من هنا لهنا المفروض، بس هي دي الدايره بتاعته، ديت هي السايكل بتاع الانفكشن. فما يقول لي ايه الانفكشوس سايكل؟ هقول له والله هي عباره عن البروسيس ان ويتش الانفكشوس ايجنت از ترانسميتد فروم السورس اوف الانفكشن بين قوسين الريسرفوار تو، يبقى تو مين؟ تو السسبتابل هوست، ده خلاص الراجل بقى اللي هيشيل الانفكشن، ونرجع ايه ندور الايه الدايره تاني. خلاص انا الانفكشن سايكل قلتها يجي ثلاثه واربع مرات مش محتاجه تاني بقى خلاص. يبقى السيكوالي اوف الانفكشن تاني اللي احنا جايبينها من فوق كيس ماشي، ممكن تبقى سب كلينيكال كيس، قلت لي خلاص دي ممكن تعمل شويه سيمتومز او ساينز او كلام من ده، وممكن يكون ايه كارير، خلاص يبقى ممكن يكون كارير او كيس او سب كلينيكال ايه كيس. تعال تعالى كده حاجه اسمها التايم لاين اوف الانفكشن، يعني امتى بقى الانفكشن دي هتخش الجسم؟ هتقعد فتره حاجه اسمها انكيوبيشن بيريود، الانكيوبيشن بيريود ما بيظهرش عليك حاجه اسمها لا سيمتومز ولا ساينز. طب امتى بقى يظهر السيمتومز والساينز؟ بالراحه هو عامل لك حاجه اسمها تايم لاين، عارفين خط الاعداد كان بتاع الابتدائي او الاعدادي ده، هو ده شكله بالظبط. اول حاجه بالراحه خالص ادي الانفكشن، الليتنت انفكشن يعني الانفكشن ايه كامنه، الانفكشن مش ظاهره، بيقابلها حاجه اسمها الايه الانكيوبيشن بيريود دي في الديسيز، يعني طول ما الانفكشن ليتنت، طول ما احنا لسه في الانكيوبيشن بيريود ما ظهرش اي سيمتومز ولا اي ساينز، خلاص
الانفكشوس بيريود يعني خلاص الفتره ديت الديسيز هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها سيمتوماتيك بيريود، يعني هيظهر ايه سيمتومز وساين. نون انفكشوس خلاص نون ديسيز حصل خلاص الراجل ده خف. يبقى هي ايه متقسمه ثلاث اجزاء، ليتنت بيريود دي في الانفكشن، يقابلها في الديسيز ايه انكيوبيشن بيريود، الفتره اللي لسه لا ظهر فيها سيمتومز ولا ظهر فيها ساينز. قلنا مع بعض الفتره بين ايه اكسبوجر تو انفكشوس ايجنت والاونست اوف السيمتومز والساينز. بعد كده الانفكشوس ايجنت يقابله ايه السيمتوماتيك بيريود، بعد كده النون انفكشوس يقابلها ايه النون ديسيز. النون ديسيز دي قلت لك اللي هي ايه يا شباب النون ديسيز دي خلاص الراجل ده ايه خف. طب تعالوا بقى نكمل كده اخر حته في الورقه بتاعتنا، بيقول لك ايه ايه اللينكس اوف الانفكشوس بروسيس، ايه هم اهم ثلاث حاجات في الانفكشوس بروسيس اللينكس. اول حاجه الريسرفوار مصدر الانفكشن، تاني حاجه المود اوف ترانسميشن، وثالث حاجه السسبتبل هوست. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا ريسرفوار ادي مصدر الانفكشن، طب الانفكشن دي هتتنقل ازاي لسسبتبل هوست، او هتتنقل ازاي لشخص اخر؟ عن طريق ايه؟ عن طريق المود اوف ترانسميشن. يبقى انت كده خلصت النهارده المحاضره بتاعتك، محاضرتك عباره عن ايه؟ حتتين اتنين، حته اسمها انفكشن وحته اسمها انكيوبيشن بيريد. الحته اللي اسمها انفكشن خدت فيها ايه؟ خدت فيها مثلا ديفينيشن، خدت فيها بقول لك مثلا ايه ايه التشين بتاع الانفكشن، قلت خلاص انا قلت لك ثلاث او اربع مرات مش هعيدها تاني. التايم لاين يعني ايه في الانفكشن بيقابلوا ايه في الديسيز، ليتنت يقابلوا ايه انكيوبيشن بيريود، انفكشوس يقابلوا ايه سيمتومز وساينز، نون انفكشوس يقابلوا ايه النون ديسيز. طب بعد كده ايه هي اللينكس بتاع الانفكشوس بروسيس، ريسرفوار سسبتبل هوست مود اوف ترانسميشن. واتكلمت على الانكيوبيشن بيريود، اتكلمت عن اهميتها، اتكلمت على الكرانتين ديزيزز زي الكوليرا 5 ايام، بليك 6 ايام، ايفن فلو 7، اليولو فيفر 6، قلت لك سكيمه 5 6 6 7. بعد كده اتكلمت ايه هي اقصر انكيوبيشن بيريود، ايه هي اطول انكيوبيشن بيريود، سكيمه البي البوليو، سكيمه البي البكتيريا، سكيمه البي البارازايت. خلاص احنا كده حفظناها. وكده يا شباب احنا خلصنا تاني محاضره وتاني ورقه A3. اتمنى تكون الورقه دي والورقه اللي فاتت محفوظين ومفهومين وكل حاجه فيهم ومحلين عليهم اسئله. اي سؤال طبعا هيجي قدامك في الورقتين الاثنين، لو غلطت فيهم يبقى العيب عندك انت مش عندي انا خالص، ولا عند اي معلومه مشروحه ومش سايبين معلومه. هنيجي مثلا شباب لما نيجي ناخد الاورجانيزمات او اي حاجه، ممكن مثلا انت تبص في الداتا بتاع الكليه هتلاقي معلومه زياده، الاقي الناس بعت لها رسائل سنه ثانيه عملوا معايا كده، دكتور ده المعلومه دي زياده. يا شباب ده مش زياده، ده مستطيل، ده رسم انا عاملها لك في الورق. لا خلاص ده معلومه زياده خلاص. لو في اي معلومه زياده، في اي حاجه زياده، مش عايزك انت تقلق بالك خالص، ولا انت تبقى مشغول ان المعلومه دي هتجيلي في الامتحان وانا مش واخدها في الكورس او كلام من ده. كل معلومه هتتقال في الكليه انت هتاخدها، لقيت انت معلومه زياده سيبها مالكش دعوه. المعلومه الزياده ديت او احنا هنجمع كل الزيادات اللي موجوده في المنهج، نعمل فيديو كبير اسمه فيديو الزيادات، يبقى لا من الزيادات، يبقى انت معاك ورق كبير متجمع جميل تذاكر منه، يفتح نفسك على المذاكره هتقدر تراجعه بسهوله. يعني انت مثلا لما تيجي في اخر في فتره الفاينل تلاقي نفسك الجنرال 7 ورقات، تلاقي مثلا صحابك بيذاكروا 40 ورقه في الجنرال بس، لا انت ال7 ورقات ياخد منك ساعتين، هو ياخد ممكن الجنرال ياخد منه يوم ونص او يومين، يبقى انت برنس. اعمل لك فيديو زيادات، فيديو حل عليه شكل ما قلت لك المره اللي فاتت، يبقى انت الجنرال في جيبك. وهكذا هنعمل كده في السبيسيفيك، هنعمل كده في مثلا في الهيلث كير، هنعمل كده في اي حته في المنهج. هخليك مخلص المنهج تكون انت حافظ المنهج تمام، وتدعي لي ان شاء الله بعد ما تخلص الكورس ده وانت جايب امتياز وامتياز مرتفع في الماده بامر الله. اتمنى يكون الفيديو بسيط، يكون كل معلوماته بسيطه، تكون انت حفظت ورايا بعد الورقه دي ما خلصت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.